تشاهدون في هذه الحلقة: تذمر واسع في تعز بسبب غياب الخدمات، ومسؤولون يتحدثون عن جهود لتلبية احتياجات المحافظة ضمن خطط العام القادم. الموفا صنعة تقليدية متوارثة في تعز تعتمد على جودة الطين ومهارة العمل. منزل وحافلة خاصة هدية مقدمة من أحد المتبرعين لثلاث كفيفات شقيقات يكافحن للدراسة بجامعة تعز. أهلا بكم من جديد. مفتتح حلقتنا عرض سريع لأهم الفعاليات والمناشط المختلفة التي شهدتها تعز هذا الأسبوع. اختتمت بتعز فعاليات معرض التعليم فصول المأساة في صور، والذي جاء بالتزامن مع الأسبوع العالمي لمحو الأمية في مجال الإعلام والمعلومات. واحتوى المعرض الذي أقامته منظمة هيومن أوف تعز بمنتزه التعاون على مدى يومين صورا تحكي مأساة التعليم في تعز في ظل الحرب وما تعرضت له المنشآت التعليمية من دمار نتيجة قصف ميليشيا الحوثي الإنقلابية. مشاهدينا، يعرف الجميع بأن الحرب الظالمة على تعز هي السبب الرئيس في تدهور الأوضاع وانهيار مؤسسات الدولة وغياب الجوانب الخدمية، ومع ذلك فإن الشارع التعزي لا يعفي الحكومة الشرعية والسلطة المحلية من مسؤوليتها، حيث بات يشير بأصابع الاتهام إلى الجهات الرسمية محملا إياها تبعات تدهور الوضع في محافظة هي الأكبر من حيث عدد السكان ولا تزال فيها مشاريع الدولة وتنمية الخدمات في حكم المغيب. شوارع تعز وهي شاهدة على حال المدينة وواقعها المرير في ظل معاناة مستمرة جراء حرب الانقلابيين الحوثيين على المحافظة، يقابله غياب دور حكومة الشرعية وانعدام اهتماماتها بالبنى التحتية والنهوض بالمشاريع الخدمية في هذه المدينة. المؤسسات الخدمية في تعز معدومة، ما في إلا المؤسسات اللي هي كجبايات وضرائب وخدمات والواجبات تقوم بمهامها على أكمل وجه. أما المؤسسات الخدمية كالكهرباء والمياه وغيرها ما فيش، معدوم. باستثناء الحضور القوي للدولة في تمويل ومتابعة جهود تطبيع الأوضاع واستعادة مؤسسات الدولة في هذه المدينة قبل نحو عام، ظل الوضع في تعز على ما كان عليه دون أي تحسن في الخدمات، في حالة يعتبرها مواطنون بأنها انعكاس لتنصل الشرعية عن واجباتها تجاه تعز وانكشاف عجز السلطة المحلية في وضع الحلول والمعالجات لتفعيل وتطوير المشاريع التي لها علاقة مباشرة بخدمة المواطن كالكهرباء والمياه والصحة وغيرها من القطاعات. مستوى الصحة متدهور، وأكثر الناس يموتون من مرضى حمى الضنك ومرض الكوليرا في تعز، والأمراض منتشرة بسبب الإهمال. لماذا لا تنظر الدولة إلى محافظة تعز باعتبارها أكثر المحافظة سكاناً وكثافة سكانية، وفي أكثر من موقع، وإن إحنا نحافظ على نظافة تعز، نحافظ على مستوى التعليم، مستوى الصحة، مستوى الأمان. في ورشة عمل عقدت مؤخرا بتعز لمناقشة تحديد أولويات الاحتياجات الطارئة والمستدامة ضمن خطة العام 2020 لمحافظة تعز، أكد مسؤولون على ضرورة التقييم الجدي والحقيقي لأوضاع الخدمات في هذه المحافظة، تقييم يمكن من إعداد خطط يتطلع الجميع لأن تجد طريقها إلى حيز الواقع بالاستفادة من تمويلات حكومية وخارجية، على أن يكون لإعادة الإعمار نصيب كبير منها. وللحديث حول هذا الموضوع نستضيف معنا الأستاذ نبيل جامل، مدير عام مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتعز. أهلا وسهلا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بك.
تعز محافظة منكوبة بفعل حرب وحصار ميليشيا الحوثي الانقلابية المستمرين حتى يومنا هذا. هل الحديث عن إعداد خطط الاحتياجات الطارئة والمستدامة للعام المقبل 2020 كيف يبدو في ظل بقاء الوضع على ما هو عليه اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كما ذكرتي فعلا تعز مدينة منكوبة. تعز تأتي محافظة تعز تأتي بالمرتبة الثانية من حيث محافظة الجمهورية بالترتيب من حيث الأضرار، صعدة ثم محافظة تعز. بحسب التقييم الذي أجراه تقييم المستمر البنك الدولي للمرحلة الثالثة، نسبة الدمار في القطاعات بأكثر من 16 قطاع في تعز وصل إلى نسبة 75%. يأتي قطاع التعليم والصحة والطرقات والأشغال كأولي من أهم القطاعات أيضا اللي تضررت بنسب كبيرة. خمس سنوات أثرت المدينة في بنيتها التحتية تأثير غير عادي يحتاج إلى جهود كبيرة من أجل إعادة التعافي لهذه القطاعات. بدأنا في مكتب التخطيط نشتغل على استعادة البنية المعلوماتية التحتية لمحافظة تعز. إذا تكلمت أنا مثلا على مكتب التخطيط، نجد أن المكتب بحد ذات المكتب تم تدميره لأنه يقع في منطقة مواجهات. أيضا للأسف الشديد تم نهب محتوياته. نحن نعمل على استعادة البنية المعلوماتية لمكتب التخطيط وللمحافظة. اشتغلنا على شيء مهم وهو تقييم الاحتياجات والأضرار الذي أصابت المحافظة. أنجزنا التقييم الأول له DNA. شاركنا البنك الدولي بالتقييم الثالث لمحافظة تعز. ونتكلم هنا على ست قطاعات مهمة رئيسية. بدينا في قطاع التعليم ثم قطاع الصحة. أهم الأولويات التي وضعتموها في الخطة. اللي وضعناها في الخطة. أنجزنا خطة لعام 2019 بالشراكة طبعاً مع هذه القطاعات التي ذكرتها. نزلنا إلى أصغر وحدة إدارية وهي في المديريات. وكما تابعتم عقدت خلال الأسبوع الفائت ورشة كبداية لخمس مديريات، اللي هي مديرية المدينة اللي هي المظفر وصالة والقاهرة والتعزية وصبر الموادم. اشتغلنا مع المكاتب التنفيذية في المديريات لمعرفة الاحتياجات على مستوى المديريات. ثم انتقلنا للمستوى الآخر، وكان أمس معنا اجتماع برئاسة أحد الوكلاء للتعامل مع القطاعات الأخرى كقطاعات مركزية. نتكلم على قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، نتكلم على قطاع طاقة بشكل عام، نتكلم على قطاع النقل. جوانب كثيرة أستاذ نبيل. الجانب الخدمي والتنموي في محافظة تعز ربما هو تعيش المدينة شلل تام في مسألة الخدمات. المواطن يتساءل اليوم عن الأسباب التي تقف وراء غياب مثل هذه المشاريع على الأقل في حدودها الدنيا مقارنة مع ما تشهده بعض المحافظات المحررة كمأرب مثلا. عودة إلى بدء، لما نتكلم على الخدمات في محافظة تعز ونأخذ مثلا على سبيل المثال قطاع المياه، بالأساس تعز تعاني من هذه المشكلة من سابق، يعني إذا كنت تعاني منها ربما من أكثر من 35 سنة. جاءت ظروف الحرب فاقمت هذه المشكلة بل إلى الأسوأ. التعافي في هذا القطاع في قطاع الخدمات يحتاج إلى إمكانيات كبيرة. عندما يتكلم اليوم على قضية تنمية أو مشاريع في ظل الحرب لا يوجد هناك تمويلات حقيقية. ما مدى إمكانياتكم في مكتب التخطيط؟ احنا نتكلم على إمكانية محافظة، احنا في مكتب التخطيط ننجز مشاريع تنموية وخطط تنموية. إذا تكلمنا على المشاريع التنموية وخاصة فيما يخص الباب الرابع اللي هو البرنامج الاستثماري اللي كان يشتغل مع كل المديريات في قضية الخدمات والمشاريع اللي تقدم للمواطن. هذا الباب تم تعطيله من 2014، ليس له اعتمادات، لا اعتمادات مركزية ولا ايضا الاعتمادات او المبالغ اللي كانت تاتي كموارد محليه. نعم. توقف نعم. استطيع ان اقول توقف مشاريع التنميه توقفت. يوجد لدينا مشاريع متعثره من 2014 ويوجد هنا الان تدخلات بسيطه عبر التمويلات الخارجيه اللي هي من المنظمات. واقول هنا للاسف الشديد ايضا انه تدخلات المنظمات اتت بحسب ما تريدها المنظمات مش بحسب ما تريدها ايش الحكومه، وهذا كان خطا. نتمنى نحن الان نحن نصلحه وبدينا فعلا في خطتنا لعام 2020. كان من أهم الأهداف في خطتنا 2020 أن نتكلم على 70% من المشاريع الأصل تكون تدخلت المنظمة فيها للمشاريع الخدمية لتمس حياة المواطن. نعم، هذا يقودنا أستاذ نبيل إلى السؤال عن مدى استجابة الحكومة اليمنية والممولين من الشركاء الدوليين للخطط التي تقدمونها، وهل هي كافية يعني في حال وجدت هذه الخطط؟
طبعا بشكل عام في حالة الحروب وخاصة في بداية الحروب عندما تمر هذه الدول التي تتعرض للحرب في مرحلة من الهشاشة في الأوضاع في خدماتها، فإن تدخلات المنظمات دائما ما تكون في الحالة الطارئة في الحالة الإنسانية. لكن نحن نتكلم على 5 سنوات داخلين في السنة الخامسة، هناك توجه من معالي الدكتور نجيب العوق وزير التخطيط على أساس أن احنا نجعل المنظمات تتدخل في مشاريع خدمية ومشاريع إنتاجية تمس إيش المواطن وأيضا تمس التنمية في البلد، لأنه ما غير معقول أن احنا نمر هذا الوقت ونظل نشتغل مع المنظمات في قضية إيش الطارئ والإسعافي. لا، احنا الآن في خططنا في محافظة تعز إن شاء الله تعالى ننجزها على نهاية شهر نوفمبر 70% منها تركز على جانب إيش الخدمات للمواطن. يوجد الآن بعض الفرص، يعني بعض المشاريع، التدخلات في قضية مشاريع المياه، في قضية مشاريع الصرف الصحي، في قضية حفر آبار موجودة، لكنها لا تلبي إيش الاحتياج الفعلي وخاصة في منطقة أو مدينة منكوبة بعد الحرب. نعم، هل هناك توجه جدي لترجمة هذه الخطط والاحتياجات على أرض الواقع، يعني يشهدها المواطن على أرض الواقع؟ لن نستطيع أن نمني المواطن أو نكذب عليه ونديه كلام معسول. إحنا نتكلم على حكومة ودولة في ظل حرب، لما نجي نتكلم على موارد الدولة شوفوا منعدمة. المورد الرئيسي لليمن للحكومة اليمنية كان أساساً هي المشتقات النفطية، للأسف الشديد توقفت وظل في مراحل توقفت نهائياً. الآن بدأت هناك شحنات نفط بسيطة تباع لا تغطي حتى المرتبات. إحنا نتكلم على أشياء بسيطة، نتكلم على مرتب الموظف اللي هو حق من حقوقه. فغير ان احنا نتكلم على مشاريع نقدم من الخطوات، هذه ان شاء الله تدخل اذا استقرت الحكومه وعادت الى عدن وتم تنفيذ فعلا الخطط التي يرعاها ايضا رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، وتكلم على 3 اولويات تهم الحكومه. الاولويه الاولى الذي هي قضيه البناء المؤسسي وبناء القدرات واعاده مؤسسه الدوله. الاولويه الثانيه يتكلم على قضيه تنمية الموارد للحكومة، والأولوية الثالثة إنه أن نبدأ بعجلة التنمية والمشاريع التي تبدأ فيها. إحنا اليوم إذا أخذنا محافظة كما ذكرتي مارب أو كذا، أيضا لا نستطيع أن نقول إنه عجلة التنمية أنها فيها بالمستوى المطلوب، ولكن لأنه توفر لها نوع من الاستقرار، نوع من أيضا التدفق الموارد الموجودة فيها. ولكن مقارنة بتعز، مدينة محررة تعز، مدينة منكوبة نقول بكل الاتجاهات. موارد المدينة، لكن الاستقرار الأمني أليس متوفر إلى حد ما يعني حاليا؟ لا يوجد. شوفي، النصيب الأكبر من موارد المدينة هذه موجود في الحوبان، نتكلم بذا. الموارد الكبيرة للمدينة هذه لازالت غائبة وضايعة. لا أستطيع أن أقول في ظل الفساد، ولكن هذه مرحلة بعد حرب تحتاج لنوع من التعافي، تحتاج لسلطة محلية قوية تفرض سيطرتها على هذه الموارد رغم شحتها. أنا اليوم أتكلم على إيرادة محافظة تصل في الشهر إلى 100 مليون كحد متوسط في كل الأشهر. 100 مليون في جانب النفقات هذه ما تستطيعش. نتكلم على موارد مخصصة للتنمية غير موجودة، من يزايد على وجود موارد مش كذا. يوجد دعم. هل الموارد هذه معتمدة أم أن هناك تعمد مثلا؟ وين قاطعته؟ أكمل النقطة هذه. أوكي. يوجد موارد كان لدعم المشاريع اللي هو مشاريع التطبيع. مشاريع التطبيع هذه أنا أقول أيضا للأسف الشديد لم تتم إدارتها إدارة صحيحة. نتمنى أن من الأخ محافظ المحافظة الأستاذ نبيل شمسان وهو المشهود له بالكفاءة الإدارية أن يدار هذه المبالغ إدارة وفق خطة أولية المحافظة. الحكومة رصدت بحدود 2 مليار لمشاريع التطبيع. تقدمنا احنا بخطه للاستاذ نبيل شمسان ان شاء الله تقبل، ورتبناها على اولويات ان ينفق هذا المبلغ على اولويات تهم المحافظ. نبدا اولا بقضيه التعليم وهو ترميم كثير من المدارس حتى ينتظم، ونبدا ايضا بالمشاريع اللي تمس المواطن، الصحه، نظافه، مياه. في حال بالطبع اذا توفرت هذه الموارد وكان هناك اداره جيده لها. الاستاذ نبيل جامل مدير عام مكتب وزاره التخطيط والتعاون الدولي بتعز، شكرا لتواجدك معنا. مرحبا بكم من جديد. تعد صناعة الفخاريات من الحرف التقليدية التي يتوارثها الأجيال ويحافظون على بقائها في مواجهة الجديد الذي يغزو الأسواق، ويعتبر الموف المدار الذي يستخدم بكثرة خصوصا في البيت التعزي واحدا من المنتجات التقليدية الذي يعتمد في إنتاجه على الطين والحرفية في العمل. نتابع. Thank you.
كثير هو عطاء الأرض في تعز، فالتربة الخصيبة التي تزرع وتمد بمحصول وفير يستفيد منها ابن هذه المحافظة ويسخرها لتلبية حاجياته في المعيشة اليومية ولأغراض مختلفة. عرف أبناء تعز ومنذ القدم الأواني الفخارية وعملوا في صناعتها في إطار حرفة يتوارثها الأجيال جيلاً بعد جيل، وتعد مواقد المدر أو ما يسمى محلياً بالموفا واحدة من هذه الأدوات الفخارية والحرف التي لا يزال يشتغل عليها الكثير في هذه المحافظة. هي صناعة يتوارثها الآباء والأجداد والأبناء من بعدهم والمنطقة، وتعتبر يعني تراث. تتشكل هذه المواقد إضافة إلى الأواني الفخارية مثل أكواد حفظ وتبريد الماء في الأصل من التربة الطينية الناعمة، والتي تتوافر في عدد من الأودية بتعز، غير أنه لتكوين هذا الأواني ومواقد المدر الذي يطلق عليها البعض أيضاً اسم التناوير، لابد وأن تمر التربة في إطار عملية تحضير جيد وفق خطوات محددة. يكون تراب يعني الطين لبن، ما يكونش أي تراب، مش قصدك يعني أي تراب يصلح، لا، ما بل يكون تراب مخصص، غربلة التراب، وبعدها يتم عجن التراب حتى يجف، وبعدها يبدأ صناعة التناوير أو المآفي، تبدأ بصناعته، يجلس تصنع اليوم الأول نص، واليوم الثاني تكمل النص، تقلب هذا وتكمل النصف الثاني، وبعدها تخلي بالشمس لما يجف خلاص يكون جاهز للحرير. أول ما نصده عشان يكون التراب يتماسك، يعني يكون قوي عشان يقدر يتحاكي معي يطلعه. يستغرق بناء الموقد الواحد فترة زمنية، إذ أن تركيب عجينة الموفا دفعة واحدة لا يمكن بالنظر إلى أن فترة التكوين تمر على مرحلتين، الأولى يتم فيها الاشتغال على الجزء العلوي ثم الانتظار إلى حين أن يجف، والبدء بالاشتغال على الجانب السفلي بعد قلبه. ما تقدرش تجهزه بيوم، مضطر انك تخلي اليوم الثاني علشان يجف، وبعدها تقلب ويتكمل النص الثاني. لم تكن هذه هي النهاية بالنسبة للعاملين في الحرفة، فالتنور لابد أن يتعرض لأشعة الشمس بهدف التجفيف، تتبعه في الحال عملية صنفرة من الداخل يعقبها رسم خطوط، الغرض منها الحفاظ على قرص الرغيف أثناء خبزه ووضعه في الجدار عند الجاهزية والتشغيل. خرج الماء فيه، نخلله خارج 10 دقائق ينشف، وبعدين نبدأ عمل الصنفرة والتشخيط، بعدين نرجع نطرقه، بعدين ينزل هذاك الساعة 10 دقائق ورجعنا نقلبه وصلحناه وخلاص. المرحلة قبل الأخيرة وهي الإحراق، حيث يوضع التنور أو الموفا المدر في النار عند مستوى درجة حرارة معينة لإزالة الشوائب وزيادة تماسك المكون الرئيس وجعله أكثر صلابة. يلي ذلك مرحلة التغليف بالمعدن الصاج وصب النورة على فتحة الموفا من الأعلى بشكل دائري بغرض تقويته لمواجهة الصدمات أثناء الاستخدام. تتعدد أنواع هذا الموقد بناء على الطلبات والرغبة في الاستخدام، فمثلا يتم عمل الأحجام الصغيرة بمقاسات مختلفة للمنازل، بينما يتم إنتاج أحجام كبيرة خاصة بمخابز المطاعم التي تستخدمها لأغراض متعددة لإعداد وجبات الطعام، من عمل الخبز إلى إنضاج لحم الحنيذ وغيرها. لا يوجد بيت في تعز إلا وفيها موفا. الموفا هذا نستعمله للطعام، نستعمله للخبز، نستعمله لصلح أي شيء، لأنه عدم وجود الغاز لا نرجع للحرفة القديمة. حق المطاعم هذا يأخذ له شغل أسبوع،
مثلا اذا بدعك تشتغله من يوم السبت ياخذ لك الى الثلاث الى الربع لما تكمل. تسوق هذه المنتجات التي تعد من الحرف والصناعات التقليدية إلى أسواق تعز المختلفة وأسواق المحافظات المجاورة، حيث تلقى تجارتها رواجاً غير أنها تأثرت مؤخراً كغيرها من القطاعات التجارية والصناعية الأخرى. ما بين غفلة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. الحال هنا لأسرة فرت تحت جحيم الحرب من جبل حبشي وتلقفتها العناية الإلهية بمدينة تعز. الأسرة مكونة من 6 أفراد هم من المكفوفين، بينهم 3 فتيات أصرين على الالتحاق بجامعة تعز للدراسة، وما لم يكن في الحسبان أن العائلة التي نزحت كانت بلا معيل ولا مأوى، لكن حين أراد القدر ابتسم لهن الحظ وسخر لهن أيادي العطاء والجود. الأسرة اليوم تم تملكها مسكن خاص ومركبة للطالبات تخصص لنقلهن بشكل يومي إلى الجامعة لمواصلة التعليم. هذا ليس موكب عرس أو حفل زفاف كما تجري العادة في تعز، ليتم تجميع السيارات وإطلاق الألعاب النارية في مثل هكذا مناسبة. المشهد كان من إتمام مبادرة تكفل بها فاعل خير، وبموجبها تم تمليك منزل وتسليم حافلة نقل لثلاث طالبات كفيفات من المكافحات اللواتي واصلن دراستهن بجامعة تعز. والله انه شعوري لا توصف. جلسة سمير وواحد معها كلمني قال لي عندك مفاجأة، قال لي فاجيك مفاجأة، قلت له ايش؟ يعني كنا يعني شعوري انه مفاجأة يعني بسيطة. كلمني قال لي يعني نشتري لكم بيت. اول يعني مكلمني هذه المفاجأة يعني انا ما قدرتش تحملته وبكيته. ثاني مرة قال لي مفاجأة ثانية، قلت له إيش؟ قال لي بيجيب لكم باص يوصلكم للجامعة. أنا قلت يعني حسيت أنني يعني خلقت من جديد. لم يكن السؤال قبل معرفة حال هذه الطالبات سوى عن ما الذي جعل فاعل الخير يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وقد اشترى لهذه الأسرة مسكناً بحي المطار القديم مكون من 3 غرف وصالة ومطبخ وملحقات مع تأثيثها بشكل كامل. اتضحت الصورة وتكشفت حقيقة المعاناة، فالأخوات روضة وعلا وفتوح علي محمد هن 3 كفيفات يمضين بكفاح على درب التعليم من أسرة تضم أيضا 3 من الذكور يعانون ذات المرض وهو العمى. لان احنا هنا كنا يعني حاله صعبه، ايتام ونازحين ومكفوفين. احنا 6 مكفوفين ومعانا الاثنين اللي يبصرون ومعانا الامي بس اللي اصبحت ضحيه بيننا. فقدت هذه الاسره عائلها الوحيد بعد رحيله عن الحياه، تاركا وراءه ربة الاسره الام التي هي استثناء وتبصر، وحملا ثقيلا تضاف الى الاعباء لهذه الضعيفه مع وجود 6 من افراد العائله مكفوفين. ارتضت الأم بالقدر وكان حيلتها الصبر والكفاح دأبها، وظلت على مدى أعوام تواظب على إيصال بناتها الكفيفات إلى الجامعة وقبلها المدرسة في سبيل التعليم الذي يزيد نور البصيرة ويزيل عثرة البصر. كنت أوديها الناس اللي أوديها الجامعة دي والناس الجامعة العذاب وأنا بتعذ وقرك ورقك روح قاني تعب. اللهم الحمد لله نحمده ونشكره. رغم الشعور بالارتياح لتسلم ربة البيت أوراق ملكية المنزل ووثائق الحافلة المخصصة لنقل الكفيفات إلى الجامعة من فاعل خير، غير أننا وجدنا أنفسنا أمام رزنامة من المعاناة تمر بها هذه الأسرة، حيث كانت تسكن بالإيجار وتستعيض لتوفير قيمته الشهرية ببيع سلتها الغذائية التي تتحصل عليها من المنظمات. أحيانا كان يعني ما نلقش حق الإيجار نحصل سلة غذائية اللي هي حق منظمات كير. سمح لنا لما كلمنا صاحب المنزل يعني بدروم يعني
قصدك يعني بيت بسيطة، يعني كلمنا صاحب المنزل يعني خفض له الإيجار، وصاحب المنزل رجع خفض له إلى 10,000، يعني كنا نحصل السلة الغذائية نبيعها وسلمنا له حق الإيجار. لم يكن الإيجار من يثقل كاهل المكفوفين المحسوبين على ذوي الدخل المعدوم، فالأسرة هذه كانت نزحت من منطقة بلاد الوافي بمديرية جبل حبشي تحت التهجير القسري من قبل ميليشيا الحوثي الإنقلابية، وهو ما ضاعف أوجاعها وزاد من بؤسها، حتى وصل الحال بالطالبات إلى ملازمة البيت لعدم توفر مصاريف وقيمة أجرة المواصلات اليومية للدراسة في الجامعة. أحياناً كنا نروح الجامعة وأحياناً ما نروحش بالخالص، لأن ما فيش أحد من وصلنا الجامعة، أمي كانت توصلني أحياناً لهنا، والبنات الباقيات اللي للآداب للنقطة ما توصلنيش، أحياناً أروح أني وهن ما يروحنش. قبل أن يبتسم القدر لأسرة روضة، كان قد سخر الله رجلاً يشهد له أهل تعز في مشاريع الخير والعطاء، ومثل وجود الناشط سمير إسماعيل الساعي إلى الخير في هذا المشروع فرصة لنلتقط المعرفة عن أول الخيط وكيف كانت بداياته مع هذا المشروع. تعرفت بالطالبات المكافحات المناضلات من أجل التعليم صدفة في إدارة الخدمات، سمعت إليهن، سمعت إلى ظروفهن، فتواصلت أنا وأبو علا، وأبو علا ما قصرش، قال طالما هن مستمرات بالتعليم وطالما هن مناضلات ومكافحات لأجل التعليم برغم أنهن نازحات وبرغم ظروفهن لابد أن نكافئهن بشيء، فأعطاني الضوء الأخضر بالتصرف. أنا كنت متفكر أن الضوء الأخضر بحاجة بسيطة، قال لي خذ لهن بيت، خذ لهن مصدر دخل، خليهن يدخلن البيت حقهن وهن مجهز ومؤثث، فهذه تعتبر مكافأة تعليمية لتلك البنات المكافحات المناضلات. أرادت جامعة تعز تأكيد حضورها من خلال إدارة الأنشطة الطلابية التي كانت سباقة في تلمس احتياجات الطالبات الكفيفات، فقامت بتكريم رائد المبادرة في حفل بسيط يعكس اعترافاً بجهود الرجل، وكتعبير عن الفرحة بتسليم منزل وحافلة للنقل لطالباتها الكفيفات الثلاث. وبهذا مشاهدينا نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، دمتم وفي أمان الله. أحس مدينتي نعم المدينة، سقاها الصبح نسبته ولنا، سقاها الصبح نسبته ولنا. أحس مدينتي نعم المدينة، سقاها الصبح نسبته ولنا.